طلعتي عن جد شاطرة بالتمثيل، حلو كتير. لكن صار الوقت هلأ كرمال قلك ليكي براتشي، ولا مرة كنت قدران احكي معك بالجامعة، بس هلأ حاسس اني لازم اعبرلك عن مشاعري. رح خليكي تضحكي كتير ورح خليكي تكوني مبسوطة، رح اقضي كل حياتي معك ورح استلم شغل البابا وكون مسؤول على العيلة كلياتها. اذا بتريدي تزوجيني، انا بصراحة ما جبت ورد. بتمنى هالهدية تعجبك، تعسبت كتير اللي جبتها، رح تلبق لك. بس هالخاتم مانو خاتم خطبة، خاتم الخطبة أهلي بيجيبوه، أنا جبت لك هاد هدية إليك. ليكي رامبير، هاد خاتم ألماس أكيد بيكون غالي كتير. بس هو مو أغلى من ابتسامتك عندي رامبير. أنا ما بقدر آخذ هيك هدية غالية. إذا بتريد. كنت مفكر أني ما رح أكون مجبور، بس شو صار؟ ريح؟ شو صار؟ أبي شو صار؟ أبي شو صار؟ ريا حاولت تقتل حالها. السيارة بسرعة. يلا يلا بسرعة. يلا يلا. بس ليش؟ أنا مهلك عليها. ما بعرف ليش سويتها. أبي أليا شو عم يصير؟ كيف شعلت النار؟ هي اللي شعلت النار، حاولت تقتل حالها. شو؟ بعده بعده. دكتورة دكتورة، بنتي بنتي حاولت تقتل حالها هلا. انت حكيت لي كل شيء على التليفون. بس هي ما عم تفتح عيونها. خليني اعرف بالاول مدى خطورة الحرق. اهدى استنى. طمني ما رح يصير شيء. ابي اهدى شوي. بتمنى تكون منيحة. ليش؟ ليش هيك عملت؟ هي بنتي وانا مو حارمة من شيء ابدا. بس من شوية كانت خايفة لحتى تحاول تقتل حالها. كانت عم تبكي وهي عم تقتل حالها. أكيد كانت موجوعة. عيطت وصرخت وكانت عم تناديني كرمال ساعدها. طلبت مني. هي لساتها صغيرة بأول عمرها. أنا شو ساوي؟ شو اللي خلاها تعمل بحالها هيك؟ بتوصل لهالمرحلة. بس أنا كرهان حالي لأنه الحق علي، كرهان حالي لأنه أنا بكون أبوها. ما كنت عم حاول أعرف إنه هاي بنتي وبشو عم تفكر. أبي لا. بس أنا بعرف. ريا تعرضت للخيانة وانجرحت كتير وانصدمت وهي بهالعمر. شو هالحكي؟ وقت أي حدا بيتعرض للخيانة، يا أما بيعرف شو كان غلطه يا بيروح الطريق الغلط. شو قصدك بهذا الحكي؟ بس مين خانه؟ وإذا كنتي أنت بتعرفي بالقصة، ليش ما أجيتي وخبرتيني؟ ليش؟ لأنه أنت دائماً ما بتصدقني أبداً. أنت بتعرف إنه ريا معجبة برامبير. أنا وبلافي كنا منعرف بهذا الشيء، ليش؟ إيه مزبوط، أنا وأبي كنا منعرف، منعرف إنه رامبير وريا معجبين ببعض، بس لأنه براتشي ما عجبها هالشيء. شو قصدك؟ ريا وبراتشي.